يا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا واللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه وكمان الاخبار العالميه. وزي كل يوم بنبدا حلقتنا بعناوين الحلقه. الزمالك في طريق الانجاز، صداره بامتياز. الجوله 30، قمه الاثاره. قمة الكاس، ذكريات الثلاثية. علي بركة في ضيافة أخبرنا. أما عن موضوع حلقتنا النهاردة، عايزين نعرف منكم إيه هو التشكيل الأنسب للزمالك أمام المقصة في مباراة بكرة إن شاء الله. طبعا ابعتوا لنا كل أراءكم وتوقعاتكم على حسابات قناة الزمالك المختلفة على السوشيال ميديا. يا مساء الخير واهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا اكيد النهارده ما عندناش حاجه نتكلم فيها او حاجه مهمه نتكلم فيها غير مباراه الزمالك امام مصر المقصه بكره ان شاء الله. هيكون اللقاء الساعه 9 مساء باستاد القاهره الدولي. طيب هذه المباراه هي خطوه او من الخطوات الاولى من 3 خطوات محتاجها الزمالك علشان خلاص يحسم لقب الدوري. يعني خلاص باقي على نهاية المشوار بالظبط 5 مباريات. احنا هنلاعب مصر المقصة، ثم في اسكندرية فاركو، ثم الاتحاد، ثم المصري، واخيرا مباراة ايسترن كامباني. طيب احنا محتاجين ايه بالظبط؟ احنا محتاجين 3 انتصارات من 5 الخمس مباريات اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي علشان تحقق اللقب. يعني لو انت الثلاث مباريات اللي جايين دول فزتهم ورا بعض، خلاص انت هتحسم اللقب بتاعك في مباراه الاتحاد. يعني ان شاء الله نفوز في المباريات اللي جايه، وهيكون ان شاء الله يا رب ان يكون الاحتفال قدام الاتحاد السكندري وننهي الدوري بدري بدري. ولكن ما تخلوش ده يأثر علينا، يعني احنا مش عايزين من دلوقتي نبدأ نفكر في الاحتفال والكلام ده كله، لا احنا عايزين زي ما احنا كده واحدة واحدة كده مع بعض ماشيين ماتش ماتش، وكل ماتش بنستعدله، وكل ماتش بنخشه كأنه نهاية كاس، وكل ماتش ما بنفكرش في حاجة غير الثلاث نقاط وبنستعدله كويس جدا، وما بنستهونش تماما تماما زي ما احنا كده ما بنستهونش بالخصم ايا كان هو مين. بداية مبارياتنا مع مصر المقص. مصر المقصة خلاص يعني أصبح هبوطه قريب قوي، قريب جدا. هو دلوقتي مصر المقصة بيحتلوا المركز 18 والأخير في الجدول، رصيده 15 نقطة فقط في 29 مباراة. محققش غير فوزين تقريبا طوال الموسم بتاع الدوري كله، خسر 18 مرة. لكن ده ما يمنعش ان المباراه دي هتكون صعبه، لان هم خلاص هم داخلين المباراه دي ما عندهمش حاجه يبكوا عليها، وهم داخلين بيحاولوا برضو يحسنوا من ماء الوجه. لعيبه المقصه برضو محتاجه جدا ان هي تثبت نفسها، عايزه تعرض امكانياتها بشكل افضل في نهايه الموسم. واكيد كل لاعب منهم اكيد طبعا عنده طموح ان هو يجي له عروض قويه من انديه في الدوري الممتاز. خلاص الدوري قرب يخلص وهما محتاجين يستعرضوا نفسهم في المباريات المتبقيه. طيب كل ده يقول ان الماتش مش سهل زي ما احنا ممكن نتخيل. احنا ما نقولش ان مصر المقصه عشان هو بيتزايل قائمه الدوري فالمباريات اللي جايه تبقى سهله، وان ممكن تبقى بكره الخساره ال 19 ليه. لا احنا عايزين زي ما احنا ماشيين كده ما نستهترش. الاستهتار هيودينا في سكه تانية خالص احنا مش حابينها. زي ما بقول لكم احنا عايزين اصلا ننهي الدنيا بدري، يعني احنا محتاجين كمان بكره في المباراه ننهي كمان الماتش بدري. يعني محتاجين في الشوط الاول نسجل بسرعه، ده هيخليك تلعب باقي المباراه وانت عندك ثقه وعندك اريحيه، مش قلقان من حاجه. زي مثلا مباراه الجونه كده، لما انت كسبان 4 وفي الشوط الاول عرفت تسجل اهداف، فخلاص خليت حتى المنافس صعب عليه قوي ان هو حتى يتعادل معاك، بقى صعب عليه جدا. انت فين؟ الجونه جابت هدف، فخلاص كان صعب، كان في اخر اللقاء كان صعب قوي قوي ان هي تتعادل معاك. فمحتاج ان انت
تلعب كل مباراة ان انت محتاج تسجل بدري، ده يديك أريحية وده يخليك. عايز اقول لك على حاجه كمان، اللعيبه اللي بتكتسب حساسيه المباريات اللي راجعه من الاصابات بتاع، ممكن في المباريات اللي انت كسبان فيها دي تقدر انك انت تدفع بيهم في نهايه المباراه مثلا. فضروري قوي على فكره احنا عندنا مكاسب كتير قوي او بيعود علينا بايجابيه كتير قوي ان احنا نسجل في بدايه المباراه. ولكن مباراة مصر المقص زي ما قلت لكم، مصر المقص بيحاول ان هم يستعرضوا نفسهم، بيحاولوا ان هم يحفظوا ماء الوجه. وزي على فكره الفرق من نوعيه مصر المقص وخلافه لما بيجوا قدام الفرق الكبيره اللي زي الزمالك، لا بتلاقيهم عندهم يعني ثقه وعايزين يكسبوا وبيستعرضوا نفسهم زي ما قلنا. ولكن احنا واثقين ان شاء الله وثقتنا كبيره جدا في لعبتنا ان هم يقدروا يعملوا اللي هم عودونا عليه في الفتره الاخيره، هو ان احنا نفوز وان احنا نحتفل بالمباراه او بمكسب المباراه فقط، وان احنا نحصد الثلاث نقاط. طيب كيف استعد الزمالك لماتش المقصه فنيا؟ تدريبات الزمالك الاخيره حاول فيها مستر فريرا او البروف زي ما احنا دايما بنحب نقول عليه ان هو يستقر على المدافع اللي هيلعب جنب الونش، وده طبعا عشان يعوض غياب حسام عبد المجيد، وده شفناه خلال التدريبات مع فريرا ان هو جرب سيناريوهين. خلينا نقول مع بعض ايه السيناريوهين دول. اول سيناريو هو عوده محمود علاء للدفاع واستمرار محمد عبد الغني في وسط الملعب. طيب السيناريو الثاني ان هو يلعب بيه عبد الغني كمدافع والدفع بيه لاعب تاني في وسط الملعب، والأقرب لده هيكون إسلام جابر. كل دي سيناريوهات بتدور في دماغ مستر فريرا، ولكن في النهاية هو أكتر واحد أدرى هو عايز يعمل إيه، وعلى حسب أصلا المباراة هتبقى يعني سيرها عامل إزاي هو بيعرف يتصرف كويس جدا. وأكيد هو طبعا مذاكر مصر المقصة كويس جدا جدا جدا، وكلنا شفنا إبداعه وتألقه في المباريات الأخيرة، وإن شاء الله يا رب الإبداع ده يستمر كمان لمباراة مصر المقصة. صحيح مستر فريرا هيقود المباراة من المدرجات علشان الإيقاف زي ما قلنا لكم امبارح، ولكن أكيد طبعا هيكون في اتصال مباشر طوال التسعين دقيقة مع كابتن طبعا أسامة نبيل المدرب العام وروي أجواش مساعد مستر فريرا علشان يخرجوا بالمباراة دي لبر الأمان ويحصدوا الثلاث نقاط، وإن شاء الله نحتفل بكرة بالفوز وكمان نحتفل بالثلاث نقاط والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري. طيب بالكلام عن صدارة فريقنا للجدول ترتيب الدوري بكل جدارة وامتياز، تعالوا مع بعض نشوف تقرير ونرجع ونبدأ أخبارنا. مسيرة الزمالك في دوري هذا الموسم لا يمكن أن تصفها الكلمات. الفارس الأبيض تخطى كل حدود المنطق، بطل الثنائية المحلية التاريخية يسير في طريق البطولات، تحدى كل العقبات وتغلب على المعوقات ولا يلتفت لنتائج المنافسين، تركيزه على طريقه فقط ومن أجل الوصول لمحطة النهاية. وقبل إغلاق الستار على أجمل رواية، يدخل الزمالك مواجهة الجولة 30 من الدوري الممتاز من أجل الاستمرار في طريق الإنجاز، من أجل الاستمرار في الصدارة التي يحتلها الزمالك بامتياز. مباراة المقصة لا تقبل القسمة على اثنين. نتائج الزمالك في المباريات الأخيرة من عمر مسابقة الدوري تؤكد أن حامل اللقب عينه على الانتصار، وفي المقابل فإن المقصة لا يمر بأفضل الفترات بعدما تأكد هبوطه للقسم الثاني. في آخر 10 جولات لم يعرف طعم الانتصارات، وطوال مشواره في بطولة الدوري حقق فوزين فقط على حساب الجونة ذهاباً وإياباً. البعض يؤمن أن المقص لن يكون عائقاً أمام الزمالك في طريقه نحو لقب الدوري والذي لا يفصله عنه سوى الفوز في 3 جولات بعدما قدم أداءً مميزاً في الجولات الأخيرة وسار في طريق الانتصارات نحو بطولة جديدة بعدما نجح بكل المقاييس في تقديم موسم استثنائي حقق خلاله لقبي الدوري والكأس للموسم الماضي في
في مسيرة أدى خلالها الفارس الأبيض بامتياز، فحقق الإعجاز وتحلم الجماهير بتكرار الإنجاز. اختتم فريق الكرة بنادي الزمالك استعداداته النهارده الاثنين بملعب عبد اللطيف ابو رجيله استعدادا لمواجهه مصر المقصه غدا في الجوله ال30 من مسابقه الدوري. الفريق هيدخل معسكر مغلق مساء اليوم وسيتم اعلان القائمه بعد قليل. البرتغالي فريرا اجتمع بلاعبي الزمالك واتكلم معاهم بشان مباراه المقصه، وابرز تعليمات فريرا كانت بالتأكيد على صعوبة المباراة رغم احتلال منافسه المركز الأخير بجدول الدوري، ولكنه في نفس الوقت أكد أن ده بيزيد من صعوبة المباراة لأن المنافس هيلعب بهدف التمسك بالأمل في البقاء بالدوري حتى ولو فقدوا الأمل بالخسارة أمام الزمالك. فالمباراة دي هتكون فرصة ليهم علشان يقدموا عرض جيد يجذب ليهم الأنظار. وأتم جلسته بمطالبة لاعبيه بمواصلة الانتصارات والتقدم خطوة جديدة نحو حصد اللقب. تعالوا مع بعض دلوقتي بقى نستعرض مع بعض ارقام الزمالك في الموسم الحالي من الدوري الممتاز. فريقنا طبعا الحمد لله بيحتل المركز الاول وعدد النقاط 69 نقطه. فريقنا حقق الانتصار في 22 مباراه واحرز اللاعبين 54 هدف، واستقبلت شباك فريقنا 26 هدف، واكثر نتيجه كررها فريقنا هي الفوز بهدفين. اما أكبر نتيجة حققها فريقنا كانت الفوز على غزل المحلة والجونة بربعية. طبعا الهداف هو أحمد سيد زيزو واللي سجل 16 هدف وتألق كمان وصنع 10 أهداف. رجالة دفاع الزمالك حافظوا على نظافة الشباك في 13 مباراة، وأطول سلسلة انتصارات كانت في 8 مباريات متتالية. لو رحنا نشوف أكتر اللاعبين مشاركة هنلاقي أحمد سيد زيزو في 27 جولة بواقع 2257 دقيقة. طبعا بيتبقى للزمالك 5 مباريات على نهاية المسابقة، وهي الجولة 30 الزمالك ومصر المقصة بكرة الساعة 9 مساء إن شاء الله على استاد القاهرة، والجولة 31 الزمالك وفاركو الجمعة 19 أغسطس الساعة 6:30 مساء، الجولة 32 الزمالك والاتحاد السكندري أحد يومي 23 أو 24 أغسطس، الجولة 33 الزمالك والمصري البورسعيدي أحد يومي 26-27 أغسطس، أما الجولة 34 الزمالك وإسترن كامباني أحد يومي 29 أو 30 أغسطس. خلونا دلوقتي نستقبل تليفون من كابتن نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك، منور الدنيا. منورك، ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك. كلمني بقى، يعني رايك ايه في اداء الزمالك الفتره الاخيره والنتائج اللي احنا محققينها والعروض الرائعه اللي احنا بنقدمها خلال المباريات الاخيره؟ الحمد لله الحمد لله. ده خير. الو كابتن، انا سامع حضرتك. بقول لك ده الحمد لله ده خير من عند ربنا، بس شايف ان احنا متألقين جدا كمان مع فريرة. طبعا نايم بقى نايم. ربنا يستر. الحمد لله الزمالك في قمه اداء ومتعه ومكسب وفوز، ونتمنى ان شاء الله الماتشات الجايه تعدي على خير ان شاء الله عشان نتوج بالكاس للمره الثانيه على التوالي، ودي حاجه دي كويسه مش من فراغ، ده تعب حقيقي. تعب كبير، مجلس اداره، من لعيبه، من فنيين، من مدير فني، من كل من الجماهير الحلوه. الجماهير. انا بقول لك دي كلها مجموعه عوامل بتخلينا ان احنا ان شاء الله
نحتفظ بالدوري ان شاء الله. يا رب. احنا فاضل لنا بالظبط في الدوري 5 مباريات، ولكن مباراه الاتحاد السكندري والثالثه هي دي اللي ان شاء الله نقدر ان احنا نحسم فيها لقب الدوري ونحصل على الدرع. شايف ان احنا نقدر ان شاء الله نكمل سلسله الانتصارات دي لحد الاتحاد السكندري؟ ان شاء الله. هلا هنكمل ان شاء الله بانتصارات وبقوه، عشان اللعيبه عندها روح، عندها دلوقتي حاله مزاجيه حلوه قوي، ان كل واحد يبقى موجود في التيم عشان يكسب، عشان يبقى موجود في الصوره الجميله اللي الزمالك فيها. فاللعيبه دلوقتي انا بعتبر اللعيبه اللي بره دي، خلي بالك ممكن لما هتنزل في اي وقت هتأدي كويس قوي. وهيبقى مكسب ان شاء الله خير للماتشات الجايه ان شاء الله، وهنتوج بدري ان شاء الله، ربنا يسهل. بس احنا طبعا مش عايزين استهتار بأي مباراة، أنت عارفة كرة القدم برضو ما بتنتهيش وبتفضل لآخر لحظة، لازم اللعيبة تقدم الشكل الجميل، الشكل المميز اللي الناس شايفاه لها والجماهير شايفاه. فأتمنى الموضوع ده يستمر على طول إن شاء الله لغاية نهاية المباراة، بصرف النظر احتفظنا بالدوري أو ما احتفظناش، يبقى شكل الناس الزمالك أنت عارفة جماهير ناس الزمالك بتحب الله، والدافع بقى وبعض اللعيبه اللي ما لعبتش والناشئين اللي موجوده الثانيه اللي ما لعبتش برضه، كل ده هيبقى خير على النادي. كنت تتوقع يا كابتن تألق الناشئين لهذه الدرجه؟ انا مش عايز اقول لك، انا من فتره انا الوحيد وعندي تسجيلاتي عندك في قناه الزمالك، ده كان في البرنامج ده والبرنامج اللي قبليه، انا كنت الوحيد اللي بناشد الدفع من الناشئين من فتره كبيره. الكلام ده قديم مش جديد بالنسبه لي. على اساس انا عشت مجموعه الناشئين اللي انت شايفاهم دول، وعشت برضو بعض الناشئين اللي دلوقتي هم كانوا في منتخب اللي كان مسافر السعوديه ولاعيبه كبيره مواليد 2003 و2006. ففي لعيبه عندنا مش عايز اقول لك، أنا خايف عليهم أكتر من أي حاجة الفترة دي. الدفع بيهم في مباريات صعبة، ده خلاهم خلاص عندهم ثقة مثلا في المباريات السهلة، ولا يعني تقدر تقول كده إيه، حمسهم أكتر بقى خلاص كمان كل مباراة بالنسبة لهم دلوقتي بقت سهلة، ولا لازم يدخلوا كل مباراة وهم لا مش ما بيلعبوش بس يعني على ثقة الفوز، لا يعني لازم يشتغلوا على نفسهم كمان أكتر؟ لازم طبعا الناشئ لازم خلي بالك يلعب ويبقى مشدود، خلي بالك. طبعا الثقه وارده، والثقه كويسه قوي معاهم دلوقتي، يعني حقيقي المدير الفني بيديها لهم وبيديها لهم في اوقات مناسبه قوي ليهم للحفاظ عليهم. لكن لازم برضو الناشئ يجتهد ويستمر، عشان ما يبقاش تبقي فتره بس، لازم تلعبي سنه وسنتين وثلاثه. ها عشان كده لازم اللعيب برضو هيبقى مشدود، اللعيب الصغير عشان يحتفظ بمكانه. لكن الثقة دخلت دلوقتي معاهم، بقت بتلعب. احنا شايفين نوار بيعمل ايه، شايفين حسام عبد المجيد بيعمل ايه، حاجات عاليه. ايه رايك في الثنائي دول بالذات؟ حاجه تفرح والله. هقول لك بصراحه، يعني انا ما كنتش متوقع الجمال ده بجد. انا حسام اعرفه طبعا من صغره، ونيمار من صغره، لكن هم يلعبوا بالثقه دي والاقتدار دوت، وحسام اي كره في ال 18 ما تبقاش موجوده، او نيمار في ال 6 يارده ويلعب ويرقص بالشكل ده ويلعب الكره دي، حاجه تفرح يعني بدي امل طبعا لبعض الناشئين اللي موجودين او اللي ما لعبوش. ان شاء الله ربنا يوفقهم. واسامه ومحمد طارق ومحمد طارق ده سير دي باك عظيم، خلي بالك. وسيف لما هيحط رجله ان شاء الله هيبقى بلاي ميكر، مش عايز اقول لك. ويوسف برضو يعني مهاجم واعد، لعيب كويس جدا، مهاجم اعرفه من زمان من صغره كمان يعني. طيب الناس بتقول ان مباراه مصر المقاصه ممكن تبقى سهله نسبيا، وده لان مصر المقاصه بيتزايل قائمه ترتيب جدول الدوري، راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ انا ضد المبدا ده. اي فرقه بتلعب هتنزل هتطلع، انا بقولها لك بصراحه ما فيش حاجه اسمها سهله. لازم الناس ولازم اللعيبه تعرف دي فرقه نازله ماشي، دي ممكن تبقى عايزه تلعب عشان تثبت وجودها، عشان بعض اللعيبه ممكن الانظار تتجه ليها في مكان اخر او في نادي الزمالك ايضا. فانا ما اعتقد ان المباراه مش سهله، والناس ما تقعدش تسهل الحاجات كده، لا. الفرقه تاخد
المباراه بجديه وبالتزام، ان شاء الله نكسب ونخلص ماتشنا وبعد كده اللي يحلها يحلها الف حلال زي ما بيقول. طبعا حضرتك شفت مساندة الجماهير مؤخرا طبعا لنادي الزمالك في كل مكان، شفت ازاي مساندة الجمهور لنادي الزمالك؟ الجمهور عايز اقول لك الجمهور نمرة واحد حقيقي، جمهور نادي الزمالك نمرة واحد. جمهور نادي الزمالك احنا من زمان بنطالب، احنا ما كناش بنلعب الا بجمهور، كنا بنشوف في التمرين بالعشرة وعشرين ألف في المدرج عشان يشجعونا، وكنا بنبقى عندنا وعندنا الحافز إن إحنا نكسب وعندنا الحافز إن إحنا ما نغلطش. خلي بالك يعني الجمهور ده بيحكم عليكي في الملعب زي الفنان كده لما بيبقى على المسرح واحدة بواحدة، فهو بيشجعك وبيلزمك إنك ما تغلطيش وتجتهدي وبتعيشي معاه الحلاوة وبتبقي فرحانة وبتبقي عايزة تعملي كل أقصى ما في جهدك عشان نسعد الجماهير طبعًا. طبعا طبعا، غير الجمهور مش كوره. دي حقيقه. كابتن نصر ابراهيم بشكر حضرتك جدا 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 على وجودك معانا، بشكر حضرتك جدا. تعالوا بقى نرجع ونستكمل اخبارنا. وتقدم حسام عبد المجيد مدافع الزمالك باعتذار لجهازه الفني على حصوله على الانذار الثالث وغيابه عن مباراه المقصه. اللاعب أكد في جلسته مع الجهاز الفني أنه كان يتمنى التواجد في جميع مباريات فريقه المتبقية بالدوري والمشاركة في انتصارات القلعة البيضاء، وأبدى حزنه الشديد لغيابه. الجهاز الفني تقبل اعتذار اللاعب وأكد ثقته في جميع اللاعبين لتحقيق الهدف الأكبر. لسه مكملين اخبارنا. وتقدم لاعبو الزمالك بالشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك بعد موافقته على رفع الغرامه الماليه الموقعه في وقت سابق على امام عاشور بقيمه 50,000 جنيه بعد طرده امام الجونه. امام عاشور تقدم باعتذار عن احتفاله بشكل مبالغ فيه، وكان في طلب من الجهاز الاداري ولاعبي الزمالك الكبار بالعفو عن امام، ما وافق عليه المستشار مرتضى منصور ويعني شال عنه هذه الغرامة. بعد ما خلصنا أخبار نادينا هنروح لمجموعة من الأخبار المتنوعة. صعب جدا اللي بيحصل، صعب جدا. برافو والله يا علم الوطن. بداية أخبارنا المتنوعة من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، واللي عقد جلسة مع عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل التنسيق للمرحلة القادمة والخاصة بتوقفات المنتخب في الموسم الجديد. جلسة كانت مهمة جدا وقدم فيها عامر حسين شرح بالتفصيل لكل توقفات المنتخب في الفترة اللي فاتت واللي وصلت ل 108 يوم بسبب الارتباطات الخاصة ببطولة أمم إفريقيا واللي أقيمت في الكاميرون، والتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم والتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والبطولة العربية. وطلب فيتوريا بعض الحاجات من الحاج عامر حسين لتحديد التوقفات الجاية والشكل دوري الموسم الجديد.
لسه مكملين مع روي فيتوريا واللي حرص على تفقد عدد من الاستادات في اسكندرية. المدير الفني لمنتخب مصر زار استاد برج العرب بالاسكندرية وكمان استاد اسكندرية، وأبدأ فيتوريا إعجابه الشديد بالإمكانيات التي يتمتع بها استاد برج العرب. طبعا فيتوريا بدأ سلسلة زيارات للملاعب للتجهيز لمعسكر المنتخب واللي هيكون في شهر سبتمبر الجاي. لسه مع المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا، واللي طلب من جهازه زيارة الأجهزة الفنية لباقي أندية الدوري المصري الممتاز في مقرات التدريبات. وطلب فيتوريا ان هو يزور بالفعل وزار بالفعل ثلاث أندية في اسكندرية، وعقد جلسات مع المديرين الفنيين في أندية الاتحاد وفاركو وكمان سموحة. وبيسعى المدير الفني للمنتخب المصري لعقد جلسات مع باقي مدربي أندية الدوري، وكمان يعرف أكتر شكل الملاعب وتدريبات الأندية وغرف تبديل الملابس وكل التفاصيل المتعلقة بتدريبات اللاعبين. وبالفعل بدأ مسؤول اتحاد الكرة ينسقه من أجل تلبية طلبات فيتوريا وتجهيز مواعيد زيارته للأندية خلال الأيام اللي جاية وفقا لارتباطات الأندية ومواعيد مبارياتها في الدوري الممتاز وكأس مصر. من فيتوريا نروح للبرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، واللي طلب تقرير عن منتخبات الشباب والناشئين، وطلب كمان من جهازه المعاون إعداد قائمة بكل اللاعبين المصريين المتاحين للانضمام للمنتخب الأولمبي مواليد 2001 والأعمار الأصغر سنا علشان يبدأ يحدد شكل ملامح قائمة المنتخب الأولمبي خلال المرحلة اللي جاية. طبعا منتخب الشباب مواليد 2003 اللي بيقوده المدير الفني كابتن محمود جابر أنهى مشاركته في كأس العرب امبارح الحد، واحتلوا المركز الثاني في البطولة بعد خسارة المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام المنتخب السعودي. أما منتخب الناشئين مواليد 2006 بقيادة المدير الفني كابتن محمد وهبة بيستعد لخوض منافسات كأس العرب للناشئين واللي هتقام في الجزائر. طبعا بنتمنى التوفيق لكل منتخباتنا خلال المرحلة اللي جاية، وأكيد منتظرين أن احنا نشوف مواهب مصرية شابة واعدة في منتخبات الشباب وكمان الناشئين عشان يكونوا فعلا هم مستقبل المنتخب الأول بإذن الله. نروح لمنتخب الناشئين مواليد 2006 واللي هيبدأ بكرة الثلاث معسكر مغلق في إسماعيلية، وده استعدادا لمشاركة في بطولة كأس العرب تحت سن 17 عام واللي هتقام بالجزائر خلال الفترة من 22 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل. طبعا منتخب الناشئين رجع للقاهرة بعد نهاية معسكره بمدينة جدة السعودية صباح أول أمس الجمعة، وخاض منتخب الناشئين خلال معسكر السعودية مباراتين، فاز في الأولى على نظيره السعودي بنتيجة 1-0، وحقق كمان الفوز في المباراة الودية الثانية على حساب المنتخب السوداني بنتيجة 3-0. طبعا منتخبنا متواجد في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب للناشئين واللي بتضم معاه منتخبات السعودية سوريا لبنان. كل التوفيق لمنتخب الناشئين واللي بيقوده المدير الفني كابتن محمد وهبة. نروح لمسابقة الدوري الممتاز، والنهاردة تنطلق مباريات الجولة الـ30 في لقائين بينطلقوا النهاردة الساعة 6:30 طلائع الجيش وإسترن كامباني على استاد جهاز الرياضة العسكري. فريق طلائع بيحتل المركز الخامس ورصيده 45 نقطة، أما إسترن 27 نقطة في المركز الـ15 بالتساوي مع الجونة. وفي نفس التوقيت هتنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي على ملعب المقاولين العرب. سيراميكا عنده 24 نقطة في المركز العاشر، أما المقاولين العرب بيحتل المركز الـ17 قبل الأخير ورصيده 25 نقطة. بالكلام عن الجولة الـ30 في الدوري الممتاز هنطلع نشوف تقرير عن مباريات الجولة المثيرة جدا جدا جدا، وبعدها هنرجع نستقبل ضيفنا أستاذ علي بركة الناقد الرياضي. الجولات الأخيرة من عمر مسابقة الدوري دائماً ما تكون حافلة بالإثارة، وتنطلق اليوم مباريات الجولة الـ30، 9 مباريات تقام على مدار 4 أيام.
البعض منها سيكون حاسما على مستوى الصدارة، والبعض الآخر سيكون حاسما على مستوى صراع البقاء. البداية ستكون بمواجهة طلائع الجيش وإسترن كومباني، مباراة تمثل صراع المربع الذهبي والهروب من الهبوط. الطلائع يرغب في اقتحام المربع الذهبي، وإسترن يصحى لتصحيح الأوضاع. أما المباراة الثانية فتجمع بين سيراميكا كليوباترا وإمبي، لقاء يعبر عن صراع منتصف جدول الترتيب. إمبي في المركز التاسع بعدما جمع 34 نقطة، وسيراميكا كليوباترا في المركز العاشر بنفس الرصيد. وتقام ثلاث مباريات يوم الثلاثاء، الأولى ستجمع بين غزل المحلة وبيراميدز في صراع البقاء والصدارة، والمواجهة الثانية تجمع بين البنك الأهلي وفاركو. أما اللقاء الثالث فيجمع بين الزمالك والمقصة. المتصدر يستضيف متذيل ترتيب الدوري في مواجهة هامة في طريق البطل نحو الحفاظ على اللقب. وتستكمل مباريات الجولة 30 بثلاث مباريات يوم الأربعاء، الأولى تجمع بين المقاولون والجونة، مباراة يسعى الطرفان فيها للفوز. وتجمع المباراة الثانية بين سموحة وفيوتشر، لقاء يجسد الصراع المشتعل على المركز الرابع. أما المواجهة الثالثة فستجمع بين الأهلي والنصر البورسعيدي على استاد برج العرب. آخر مواجهة الجولة 30 ستقام مساء الخميس، تجمع بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري، سيد البلد في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، والدراويش في المركز الثالث عشر بنفس الرصيد، وله مباراة مؤجلة. لتكون قمة الإسماعيلي والاتحاد خير ختام لمباريات الجولة 30 في دوري المفاجآت. ورجعنا لكم مرة تانية، بنستقبل الناقد الرياضي أستاذ علي بركة، منور الدنيا. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بيك. هنتكلم بقى طبعا عن مباراة مصر المقصة، وفي ناس ممكن تقولك إن المباراة دي سهلة، وفي ناس ممكن تقولك لا المباراة دي صعبة. وجهة نظر حضرتك إيه؟ أنا الحقيقة وجهة نظري فيها إنها هتكون من أصعب المباريات اللي ممكن يلعبها نادي الزمالك السنة دي. لسبب، نمرة واحد، أنت بتلعبي مع خصم لا يخشى شيئا ولا يخاف من اي شيء، مش بايع على حاجه، يعني هو خلاص هبط درجه تانية، يعني اعتبريه ايه، ان هو مش موجود خلاص. الحاجه التانية انه دايما مباريات الاهلي والزمالك بالنسبه للعيبه اللي هم يعني مش معروفين قوي بتبقى مباريات شهره بالنسبه لهم، وفي نفس الوقت بتبقى مباريات بيحاول يسوق نفسه. يعني كتير جدا من اللعيبه بيبقوا مغمورين، بيلعب مباراه قمه مع الزمالك مثلا، تتفاجئ بيه يجيب جول ويعمل ويعمل شو كويس قوي، وفجاه بتلاقيه بقى في دايره الضوء، بقى بيجي له عروض بملايين، بيبقى حاجه تانية خالص، يعني بيتنقل نقله تانية خالص بعد 90 دقيقه من مباراه الزمالك. دايما انا بخاف من الذي لا يخشى شيئا، يعني ده بتتعاملي معاه بمنتهى الحذر ومنتهى الحرص. بالاضافه لحاجه يمكن دي اللي انا كنت بوضحها دايما، ان لعيب الكوره ده بيبقى عامل زي المغناطيس. يعني ايه المغناطيس؟ يعني لما بيشوف انه المدير الفني او الجمهور بتاعه او كده هو مش خايف، مش قلقان، بتلاقي بتنعكس على طول عليه جوه الملعب. لما بيلاقي المدير الفني بتاعه واخد الموضوع جد واقف على الخط والجمهور بيحفزه والسوشيال ميديا بتقول له خلي بالك ده فريق صعب ده كده، بتلاقيه بيلعب بمنتهى القوة ومنتهى. انت رأيك ايه اصلا ان فريرة دايما في كل تعليماته قبل اي مباراة ممنوع التهاون؟ هو بس انا يمكن الماتش اللي فات حصل حاجة قد تبدو عادية بس بالنسبة لي انا لفتت نظرك. لفتت نظري اني شفته بيضحك. فريرة لو حضرتك يعني صورتيه مثلا جبتي له 1000 صورة قبل كده مش هتلاقي الابتسامة على وشه. كان الماتش اللي فات بس بيضحك، واخده بال حضرتك؟ لا ليه بقى في مباراة بيراميدز بعد هدف شيكابالا على فكرة انا شفته بيضحك. يعني بيضحك وراح للجمهور وسقف معاهم وحيا شيكابالا. هو كان الهدف بتاع شيكابالا كمان كان تحديدا كان الهدف الذي قتل المباراة. يعني كان خلاص احنا انت بتلعبي فريق قوي جدا جدا وبينافسك على البطولة.
فالنتيجه 1-2 ممكن يكون فيها قولان، لكن اهو بيضحك اهو شايف اهو في الصوره اهو. ده امتى بقى؟ في ماتش ايه؟ الماتش اللي فات ده على طول ولا اللي قبله؟ مش عارفه في انهي مباراه بالظبط، بس اهو هما يقولوا لي بيضحك اهو. طب الحمد لله. على اي حال يعني ده كان في مباراه بيراميدز. البيراميدز مش قلت لك انا ان هو كان بيضحك في مباراه بيراميدز؟ كان فرحان قوي على فكره في المباراه دي. شوفي فريرا انا عاجبني جدا جدا شخصيته وادائه، وعاجبني جدا حسمه وعدله. خلي بالك اهم حاجه للعيب الكوره انه يشعر بالعدل. واللعيب الكبير قوي يشعر بانه لا يجب ان يتهاون، لان فريرا لو حضرتك خدت بالك في مباراه قمه زي الاهلي والزمالك غير زيزو وبين شرقي مع بعض. يعني الاحساس الدائم انه اللعيب بالنسبه لفريرا بيوظف. يعني ايه؟ يعني بيتاخد في، عايز اقول لحضرتك، جاي عشان يقوم بوظيفه ما. عندما تتحقق هذه الوظيفه يبحث عن اخر ليؤدي وظيفه اخرى. ففريرا الحقيقه من المدربين الحقيقه اللي انا بعتبرهم يعني من اهم المدربين اللي جم في تاريخ مصر. دي حقيقه، محدش يقدر ينكر. من الاجانب، لانه كمان في المدرب بيبقى درجات. يعني عندك مدرب معلم، ودي ما حصلتش في تاريخ الكره المصريه الا في مرات قليله جدا. المدرب المعلم اللي هو من ضمنهم فريرا. فريرا كمان بيعرف يعني يخرج الموهبه، وبيعرف يشتغل على اللعيبه كمان كويس قوي قوي يعني. وبيعرف يكتشفهم في مراكز مختلفه دايما. شوفي حضرتك، عايز اقول لسيادتك انه في الاغلب الاهم بيبقى دور المدرب لا يتجاوز ال 15 او ال 20%. مع فريرا دوره مع فريق نادي الزمالك تجاوز ال 80%. ليه؟ لأنه هو، أنا بتكلم على جوه الملعب، إدارته للمباريات، بيعرف إمتى ينزل مين. وبعدين كمان عجبني في حاجة كانت رائعة جدا لم يلتفت إليها أحد كثيرا، اللي هي إيه؟ الشجاعة الأدبية. إن هو طلع بعد مباراة بيراميدز لما استبدل سيف الجزيري. لا انت تقصد مباراه الاهلي. عفوا معلش، لا عادي، ولا اغفري لي حضرتك ان انا يعني ولا اي حاجه يا استاذ علي، ظروف الصيام مخليه الواحد يعني مش مركز. ربنا يتقبل ان شاء الله. فبعد مباراه الاهلي هو خرج وقال انه اعترف بخطئي في تغيير سيف الجزيري. شوفي حضرتك، هو لما يبقى بهذا الشكل، اولا في جزء من ثانيه امتص غضب الجمهور اللي كان حاسس انه كان ممكن يكسب اكتر. في جزء من ثانيه امتص غضب اللعيب اللي حاسس ان هو اتغير وما كانش يستحق ان هو يتغير. انك انت بيطلع لك المدير الفني ويقول لك انا فعلا غلطت في الموقف الفلاني. ده في حد ذاته انا بعتبره انه يعني الاعتراف بالخطا زي ما بيقولوا سمه الكبار. من مميزاته كمان انك انت يعني احنا عندنا غياب لحسام عبد المجيد وكمان لامام عاشور المباراه بتاعت بكره، ولكن دايما فريرا بتلاقيه لا بيعرف يتصرف جدا في هذه الغيابات. عايز اعرف من حضرتك ازاي بيقدر يتصرف في هذه الغيابات، وكيفيه كمان تعويض هذه الغيابات بكره. ولكن هنطلع فصل قصير ونرجع بعد كده نستمع لاجابه استاذ علي بركه. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا مع الاستاذ علي بركه. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مين يعوض غياب امام وحسام. شوفي، من ضمن الايجابيات اللي عملها فريرا انه ما خلاش الناس تخاف. يعني اي اصابات، اي ايقافات، اي مشاكل بيتعرض لها الفريق، فتلاقي فريرا عنده الحلول. وبعدين عنده كمان القدره على انه يخترع اماكن للاعبين ينجحوا ويتفوقوا ويتألقوا فيها. زي محمد عبد الغني مثلا. محدش كان يقول ان محمد عبد الغني هيبقى في الحتة دي. وكان عنده كمان وأحيا وظفه في خط وظف برضه في لعيب تاني كان الناس كلها قالت ان هو ده خلاص ده هيبقى أول الراحلين. النهاردة بيعتبروا فريرا من أهم اللاعبين في الفريق اللي هو مسلوسي. محمد أشرف رؤى. المسلوسي ايضا، والمسلوسي يعني كانوا بيتصوروا انه المسلوسي خلاص يعني يا دوبك هيكمل الموسم ويمشي. المسلوسي مع فريرا حاجه تانية خالص.
وزي ما بقول لحضرتك انا ما بحاولش حتى ارهق نفسي مين هيبقى مكان مين، لاني ببقى واثق ومتاكد ان فيريرا يعني هذا الرجل كسب ثقه النقاد، ثقة الجمهور. بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه، يمكن اللعيبة. مستر فيريرا من البدايه وهو مؤمن قوي برؤى. لا هو انا ما اختلفش مع حضرتك، بس بعرف حضرتك انه صعب جدا ان لعيب مثلا يقعد له سنتين ولا حاجه ما بيلعبش خالص ويجي فجاه تديله الفرصه تلاقيه كانه لسه موجود. لعيب الكوره برضه محتاج للياقه نفسيه ولياقه تكتيكيه انه يبقى دايما وباستمرار جوه الملعب. فلما يبعد فتره طويله قوي وبعدين يجي فجاه ويلعب، انا بعتقد ان دي بس زي ما بقول لك هو فعلا رؤى، لان هو كان مقتنع، هو مقتنع لاعب كبير، ورؤى كمان زي ما بقول لك هو كده كده فيريرا اصلا من البدايه مؤمن بيه. لكن حمزه المسلوسي لا، هو اعاد اكتشاف حمزه المسلوسي من جديد. بالظبط. عايز اقول لحضرتك حاجه، في اشرف رؤى ومحمد عواد، الاثنين دول يعني فعلا حقيقي ياخدوا جائزه الصبر العالميه. انه انا يعني من كام يوم كنت مع سياده المستشار مرتضى منصور وعرفت منه انه اكثر من مره كان عواد زهق، عايز يلعب، عايز يسيب النادي، عايز يطلع اعاره، عايز يعني لعيب الكوره اهم حاجه عنده انه يلعب، مش اهم حاجه ان هو يقبض. فيقول له اصبر اصبر، هتاخد فرصتك، وفعلا اخذها. واعتقد انه الاثنين اثبتوا جدارتهم في التواجد الاساسي داخل فريق نادي الزمالك. بما اننا اتكلمنا عن رؤى واتكلمنا عن حمزه المسلوسي، ده خلينا نروح لسيف الدين الجزيري. ايوه، سيف الدين الجزيري مقدم مباريات كل مباراه باداء احسن من الاداء اللي قبله. شوفي حاجتين من وجهه نظري انا طبعا يعني فرقوا مع سيف الجزيري. الحاجة الأولانية إن هو كان يظن إنه رئيس النادي المستشار مرتضى منصور ضده ويعني ويتحين الفرصة عشان يعيره أو يعني يرحل بأي كان يرحل. فلما قعد معاه المستشار مرتضى منصور واتكلم معاه اداله جرعات ثقة بالنفس غير عادية وطمنه أكيد. لم من ساعتها لم يمر مباراة واحدة يلعبها سيف الجزيري إلا ويتألق ويكون من ضمن أسباب سيف الجزيري الزمالك. في آخر 8 مباريات مسجل 6 أهداف. عارفة آخر 8 ماتشات، اللقاء اللي تم مع المستشار مرتضى منصور كان قبل الثمان مباريات دي مباشرة. يعني لها مغزى. الحاجة التانية برضو ودي مهمة قوي، إن سيف الجزيري في إحدى المباريات، معلش مش متذكر قوي إيه هي، كان المهاجم الوحيد في نادي الزمالك. جه متأخر كام دقيقة على التدريب، فيريرا رفض ان هو يبقى موجود. ده اشعر سيف الجزيري واشعر جميع اللاعبين على انه العدل. ده كان في ماتش الاهلي الدور الثاني اللي خلص 2-2، والعدل هو الاساس بالنسبه شوفي المهاجم الوحيد ومحتاجه. ومع هذا ما التزمش، قال له شكرا مش هتلعب معايا. فده برضو بيأكد انه التعامل النفسي مهم جدا جدا مع لعيب الكوره. دي حقيقه اكيد طبعا، ان انا اجيب اللعيب وادي له ثقه واقول له ان انت مهاجم سوبر بالنسبه لي. طبعا يعني انت لما تشوفي حضرتك اللي حواليكي لما يشوفوا بيتم التعامل ازاي مع سيف الجزيري، اعتقد انه الكل بيلتزم. دي حقيقة. بما اننا اتكلمنا برضو عن هؤلاء اللعيبة، عايزين برضو نروح لنجمنا هداف الدوري زيزو. زيزو مسجل 16 هدف وصنع 10 اهداف في هذا الدوري في هذا الموسم. زيزو بكل المقاييس هو احد اهم 3 لعيبة هذا الموسم في الدوري المصري. يمكن بعض الناس اللي عايز اقول ايه، مش هقول انها كارهه لزيزو ولكن كارهه لنادي الزمالك، بيحاولوا يقللوا من هذا الانجاز بدعوى انه ال 16 هدف دول فيهم ركلات جزاء كتيره. لا ما فيهمش ركلات جزاء كتيره، بس ما علينا. يعني في النهاية يعني خلينا نقول ان زيزو هذا الموسم متألق بشكل كبير جدا. متألق، وبعدين كمان انا حاسس ان هو من لما بينزل ويلعب وفي اصرار عنده، ان هو عنده هدف بيحاول يحققه.
نفس الشيء اللي احنا شفناه زمان مع محمد صلاح اول ما ابتدى احتراف، انه ياخد نقطه. كل اللعيبه دايما بتحجز تذكرتها، تذكره الطياره رايح جاي. كان محمد صلاح حجزها رايح بس، ان هو حاطط هدف بيخلصه وبيمشي للهدف اللي وراه وهكذا. طيب انت عارف ان احنا متبقلنا في الدوري 5 مباريات، اللي هي مصر المقاصه، بعد كده عندنا فاركو والاتحاد، وبعد كده المصري البورسعيدي، واخيرا استرن. شايف ايه هي اصعب مباراه؟ لا يا شوفي حضرتك، احنا عندنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تخلص مباراه المقصه على خير، هيبقى عندنا فاركو والاتحاد. مباراه الاتحاد دي هتبقى ان شاء الله مباراه التتويج. مباراه التتويج اللي هيعلن فيها الزمالك بطلا رسميا للدوري المصري. انا بتصور ان مباراه الاتحاد ممكن تكون صعبه. انا 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 اسف هقطع حضرتك، ولكن معانا تليفون من كابتن هاني علي، والد ماجد هاني اللي كان امبارح في منتخب مصر للشباب، ولكن الحظ لم يوفقهم، ولكن في النهايه احنا فخورين بما قدموه طوال رحله كاس العرب. مساء الخير. تنور. ازاي حضرتك يا استاذ علي؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الله يخليك. ازيك؟ خليني برضه ابارك لك. يعني ماجد بصراحه مقدم يعني مجهود رائع جدا في كاس العرب، ومحدش يقدر ينكر بصراحه المجهود اللي كلهم عملوه، ولكن الحظ في ركلات الترجيح طبعا احنا عارفين دايما بتبقى حظ، يعني يا تصيب يا تخيب، ولكن الحمد لله في النهايه هم وصلوا للنهائي. يعني الحمد لله هم قدموا مستوى طيب جدا، وكانوا على قد الحدث يعني، والحمد لله. ودي ضربات جزاء ومفيش نصيب، لكن هم الحمد لله كانوا لعيبه رجاله وقدموا حاجه محترمه تليق باسم مصر الحمد لله. كانت ايه النصايح اللي حضرتك دايما بتقولها لماجد؟ ان هو دايما لازم يقرا الملعب، ولازم تيشيرت منتخب مصر ده اغلى حاجه عنده، انه ما يبخلش بنقطه عرق في الماتش، ولازم يستحمل ولازم يدوس على نفسه عشان مصر. كنت انت مبسوط من ادائه في مباريات الكاس؟ ماجد كان قبل المعسكر على طول بتاع المنتخب، كان 80 يوم قعد اصابه، 80 يوم في العضله الاماميه، وكان لسه راجع، ما لحقش يتمرن حتى مع مستر فيريرا، ف رجع باصابه. فالحمد لله يعني لما ربنا كرمه في البطوله، انا بصراحه ما كنتش متوقع المستوى ده خالص بصراحه. كنت بتكلمه دايما تقول له ايه؟ وهو دايما كان كان ايه المباريات اللي هو خايف منها؟ عايز اعرف السيناريو اللي كان دايما بيدور ما بينكم انتوا الاثنين. كان موضوع ماتش المغرب، اول ماتش كان طبعا قلقانين منه جدا، ما قابلناش المغرب قبل كده، المنتخب ده ما قابلش المغرب، زاد المغرب والجزائر، زاد المغرب والجزائر هيكونوا معانا في دوره كاس افريقيا في مصر ان شاء الله في شهر 2. فكان الماتشين دول طبعا حضرتك عارفه قوه المنتخب المغربي والجزائر في جميع المراحل السنيه، هم الماتشين دول اللي كانوا قلقانين منهم قوي. فدايما كنت بكلمه اقول له اعتبر زي اي ماتش يعني انت بتلعبه، ودوس على نفسك وكلم زمايلك وحفزهم، وانتوا مصر برضو يعني، هم المغرب الجزائر احنا مصر. فالحمد لله ان ربنا كرمهم الماتشين، وكسبوا المغرب وكسبوا الجزائر، وعملوا بطوله استثنائيه. امبارح بالذات كانت برضو ايه السيناريو اللي دار ما بينكم بعد يعني نهائي الكاس وتتويج السعوديه، وهو ما اعرفش هو لسه يعني رجع للقاهره ولا لسه؟ يعني هم لسه، احنا ان شاء الله هيجوا النهارده ان شاء الله يوصلوا بالسلامه. لكن امبارح انا كان خوفي كله عليه من موضوع الاجهاد. ماجد لعب حوالي 4 ماتشات في فتره قليله، راجع من اصابه، فانا كنت قبل الماتش بتاع امبارح ده مرعوب، كان كل رعبي موضوع الاجهاد اللي كان موجود، على اساس ماتشات جامده، راجع من اصابه، ماتشات قويه. لكن الحمد لله ان هو ربنا كرمه، وامبارح وصلوا 120 دقيقه، فطبعا انه يكمل 120 دقيقه دول كان ده بالنسبه لي حاجه كويسه جدا، واتبسطت منها الحمد لله. لكن كنت برضو دايما اكلمه واحفزه ان انتوا لازم تكسبوا، لازم يعني يا ربنا يكرمكم. فالحته بس الاجهاد عليهم الشوط الثاني او الشوطين الاضافيين، هم والسعوديه هم دول اللي عملت الدروب معانا. لكن لو مش لو في مساحه من الوقت في البطوله يعني،
قبل الماتش النهائي لا مصر كانت هتكسب يعني مرتاحه قوي. احنا في النهايه طبعا فخورين بالمجهود اللي هم عملوه ويشكروا جدا جدا وهنفضل دايما فخورين بيهم. شايف ازاي ممكن نستفيد من الشباب اللي شاركت في كاس العرب في الارتباطات اللي جايه يعني، وخصوصا كمان ان روي فيتوريا دايما متواصل مع كابتن محمود ودايما بيثني على هذا الاداء، فشايف ازاي ممكن نستفاد منهم؟ احنا الاول طبعا نادي الزمالك عندنا حاجه كويسه جدا السنه دي ان الراجل مهتم جدا باللعيبه الناشئين، وحضرتك شفتي ان احنا في اصعب الظروف في النادي يعني ظروف عمرها ما مرت على الزمالك قبل كده، لكن الحمد لله يعني بالتعاون بين جهاز الكوره مستر امير مع مستر فيريرا الحمد لله مقدمين تابلو جميل لنادي الزمالك، ان احنا مش حاسين بغياب اي لعيبه كبيره، اللعيبه الصغيره سد الدنيا ما شاء الله سنه استثنائيه في نادي الزمالك بكل ما تحمله الكلمه من معاني، ان احنا ما فيش اصعب من كده ظروف، لكن ان شاء الله انا متوقع مع الراجل ده ان شاء الله اللعيبه اللي جايه من كاس العرب ربنا يكرمهم وهيبقوا اضافه لنادي الزمالك يا رب ان شاء الله، وفي نفس الوقت اضافه برضه لمنتخب مصر بالظبط. كنت لسه بكلمك ان روي فيتوريا هو دايما بيتواصل معاهم ودايما ومعجب جدا بالظبط، اثنى جدا على يعني مجهودهم وان هم في ارض الملعب وشايف ان هم مستواهم كويس جدا. شايف ازاي هو ممكن يقدر ان هو يستفيد من خدماتهم؟ تاني حاجه شايف ازاي ممكن تبقى فرصهم كبيره جدا مع المنتخب الاول؟ والله بص معظم منتخبات اوروبا دلوقتي وفرق اوروبا اللعيب بيبقى عنده 18 سنه و19 سنه وبيبقى مكسر الدنيا بره، احنا بس حته ان احنا عندنا لا لازم يتم 21 سنه و22 سنه، طبعا هي دي اللي عامله لنا يعني مشكله هنا في مصر. روي فيتوريا امبارح يعني احنا شفناه وهو بيتابع المباراه فما افتكرش ان هو بيتابعها. ما انا جاي لحضرتك اكمل لحضرتك ان الراجل جايب فكر جديد والراجل بتاعنا بتاع الزمالك عنده نفس الفكر. يعني المدرسه الاوروبيه هتبقى حاجه محترمه للشباب ده، ان ممكن ان شاء الله ان شاء الله نشوف منهم ثلاثه واربعه وخمسه مع المنتخب الاول ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، ويا رب ماجد ان شاء الله يوصل لك بالسلامه، وقول له ان احنا فخورين بيه جدا جدا على الاداء اللي هو قدمه هو وزمايله في منتخب الشباب امام السعوديه امبارح في كاس العرب. بشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معانا. بما اننا يعني بنتكلم عن منتخب الشباب وان فيتوريا فعلا بيدعمهم جدا ومركز معاهم جدا ومركز قوي على نقطه الشباب ومركز قوي، امبارح بقول لحضرتك يا استاذ علي كان بيتابعهم وقبل المباراه كمان كلمهم حفزهم اداهم امل كبير جدا، فانا بقول ان هو متابعته ليهم بالشكل ده أكيد ممكن يضم حد منهم للمنتخب الأول، بيعمل قوام جديد بشكل جديد زي ما الأستاذ كان معانا دلوقتي بيقول لك إن هو بيعمل فكر جديد، فأنت شايف إزاي فيتوريا بيتعامل الفترة اللي هو معلوماتي يعني إن هو طلب تقرير عن 6 لعيبة من مش هقول ناشئين لكن هقول من أمل نادي الزمالك، كان من ضمنهم وأهمهم ماجد هاني، ماجد هاني لعيب كويس قوي زي ما بيقول لحضرتك والده ان هو جاي من اصابه والاصابه دي عطلته، لكن هو كان لفت نظر كمان مستر فيريرا وهو وكان معاه طلب من ضمن التقارير اللي طلبهم عن نيمار ويوسف اسامه وحسام اشرف وسيف جعفر ومحمد طارق، كل هؤلاء يعني في ذاكره فيريرا اللي هي بالتاكيد بتبقى في ذاكره فيتوريا. روي فيتوريا. احنا يمكن السنه دي بالصدفه ظهر عندنا 5 لعيبه. خمس لعيبه كويسين جدا، انا شايف الحقيقه ان هم كلهم كانوا ممتازين. والسنه اللي جايه انا بعتقد الخمسه دول هيبقوا من الركائز وهيظهر عليهم كمان على الاقل خالص 5 تانيين. عندك في لعيب اسمه بيسو ده في الشمال، ده اشول، حاتم سكر ده اشول، دي لعيبه انا بشوف انها هيجهزوا، ابن الكابتن امير عبد العزيز الحقيقه مش فاكر اسمه لكن لعيب هايل جدا، ابن الكابتن الخواجه اسمه ادهم الخواجه، يعني في كل الاحوال الحقيقه هتلاقي عدد كبير جدا من هؤلاء اللاعبين من الركائز الاساسيه لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه دي، وبالتبعيه هيكون ليهم مكان مهم في
المنتخب الوطني الأول. يا رب إن شاء الله نتمنى طبعا، ولكن عايزين نقول هارد لك لي منتخب الشباب. هم فعلا امبارح قدموا أداء كويس جدا جدا وقدموا عرض كويس جدا، ولكن فعلا 120 دقيقة وزي ما انتم شايفين اهو فيتوريا بيتابعهم في إحدى مباريات الدوري كان مشغل على الموبايل المباراة وبيتفرج على المباراة. انا عارف ان هي مباراة طبعا مباراة نهائي ومباراة مهمة، وده بيبين بقى ان هو واضح قوي ان هو عايز يبني منتخب بجد وبيعمل قاعدة من الاساس بجد يعني، وعايز يعمل قوام قوي جدا. احنا مش هنسبق الاحداث دلوقتي، لكن اللي هنقدر نقوله انه الاندية تقدم للمدير الفني افضل لعيبة، وانا شايف انه هؤلاء من نتاج فريرة في الاساس. وكنت سمعت ان كمان كان حسين ياسر المحمدي يعني وراء اكتشاف عدد كبير جدا من هؤلاء اللاعبين وهو مدرب، واعتقد انه المجموعه الموجوده حاليا في نادي الزمالك مسؤوله عن الشباب والناشئين، اعتقد انها مجموعه قويه جدا لان كلهم لعبوا كوره وكلهم من ولاد النادي. عايز بس أتكلم عن جملة قالها الأستاذ علي ماجد، تقصد والد ماجد هاني، سوري علي هاني والد ماجد هاني علي. هذا هو قال كلمة، قال أنا عاجبني جدا الحالة اللي فيها نادي الزمالك، أنا يمكن فخور جدا جدا إني زملكاوي. النادي الزمالك حاليا في حاله جميله جدا، في سعاده لما تدخلي النادي اي يوم تبص تلاقي ما لا يقل عن 20 25 الف واحد قاعدين جوه النادي، دي ما كانتش بتحصل. وفي سعاده، في فرحه بالنادي مش في كره القدم بس، في كل الانتصارات. عايز اقول ان ده انعكس كمان على اخواننا واصدقائنا اللي موجودين في الدول العربيه. يعني لو اذنتي لي كده بسرعه هقول لك على حاجه طبعا. انا يمكن متابع ما يحدث في الامارات وفي السعوديه، وده بالنسبه لي مش جديد. لكن اللي كان جديد الحقيقه اني اشوف شمال افريقيا كلها بهذا التعاطف الشديد جدا جدا والحب في نادي الزمالك. يعني أنا ليا صديقي الأستاذ نوفل مرشاوي، ده رئيس الاتحاد التونسي للدراجات وعضو اللجنة الأولمبية، ده بيتصل بيا بعد كل مباراة، كل مباراة للزمالك ويقول لي بتاع والشارع واحنا كنا فاضيين، وبعدين لما بيجي مصر بيبقى كل أمله. بالمناسبة والزمالك معشوق الوطن العربي، يعني الوطن العربي هتلاقي معظمه لو بيشجع كورة في مصر هتلاقيه معظمه الزمالك، بيشجع الزمالك. يمكن ده تتابعه اكتر على تويتر هتلاقيهم تلاقيهم تويتات كتير جدا عن الزمالك، متابعينا في كل مباراه، بيثنوا على ادائنا في كل مباراه. يعني دايما الزمالك معشوق الجماهير في الوطن العربي. خليني طيب اطلع فاصل قصير ونرجع ونستكمل كلامنا. استاذن حضرتك مشاهدينا، خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع ونستكمل كلامنا مع استاذ علي بركه. هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، وجماهير الزمالك ترتبط بتلك المباريات. في مثل هذا اليوم 8 أغسطس 2016 كان الزمالك على موعد مع مباراة تاريخية، مباراة كان عنوانها الأبرز التفوق الزملكاوي، بعدما حقق الفارس الأبيض لقب الكأس للمرة الرابعة على التوالي في موسم شهد تفوق الزمالك. لقاء القمة في نهائي الكأس كانت مباراة ملحمية صنعها أبناء القلعة البيضاء قبل أن يتوج الزمالك باللقب. البداية كانت عن طريق باسم مرسي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 20 قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 24 ليعلن تفوق الزمالك من البداية. باسم هوبا والهدف، هلا 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 هلا، حلوة 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 حلوة. باسم مرسي في 3 دقايق يجيب جونين، في 3 دقايق يجيب جونين. وعاد الأهلي للمباراة عن طريق عبدالله السعيد في الدقيقة 33، لكن الزمالك أنهى الكلام وقضى على كل الأحلام بمهارة متقنة من مصطفى فتحي، سجل لاعب الزمالك الهدف الثالث ومهد الطريق للزمالك نحو لقب الكأس.
وخطيره 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 والهدف. يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى، يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك للصبح يا مصطفى. بطولة فاز بها الزمالك تحت قيادة مؤمن سليمان المدرب الواعد، فيما أخفق الأهلي تحت قيادة الهولندي مارتينيول. واليوم يستعيد جمهور الزمالك ذكريات الفوز الكبير بلقب لم يغب أبداً عن ذاكرة الجماهير في مباراة كان بطلها باسم مرسي، قبل أن يخطف مصطفى فتح الأضواء وتبقى قمة نهائي الكأس 2016 خالدة في ذاكرة الجماهير، بعدما أصبح تفوق الزمالك على الأهلي في نهائي الكأس حقيقة لا تقبل التغيير. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين كلامنا مع أستاذ علي بركة. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أن الزمالك معشوق الجماهير في الوطن العربي. بالضبط، يعني من ضمن الحاجات اللي ما كنتش أتوقعها مثلا أنه في تونس في مدرب اسمه سالم مصباح، ده من أهم المدربين اللي هم في الناشئين والبراعم، فاكتشفوا أن هم عايزين يجمعوا نفسهم ويطلبوا أنه يجوا يعملوا المعايشة بتاعتهم بدل ما يروحوا في أوروبا مثلا ليفربول ولا برشلونه ولا بتاع، لا عايزين يعملوا المعايشه بتاعتهم مع مستر فريرا. يعني دي برضو الى حد ما من اسباب او من نتاج انك انت بقى عندك مدرب نجم. مدرب نجم دي برضو غير ان هو مدرب معلم، اصبح نجم في دايره نجوميه بتسمح له ان الناس عايزه تجيله من شمال افريقيا عشان تتعلم وتشوف بيعمل ايه. من ضمن الحاجات مثلا اللي قريتها في الصحافه التونسيه، في مبدعه تونسيه بتعمل اسمها عفاف لطيف، بتعمل الفيديوهات وبتجهز فيديو لنادي الزمالك يتذاع عند التتويج، فالصحافه التونسيه بيقولوا لها يعني طب ايه الحكمه يعني في نادي الزمالك؟ قالت لهم ده بناء على طلب الشعب التونسي. ويبدو انها يعني ارادت دمها خفيف، فبتقول ان انا عندي 15 فنان وفني فيهم 14 زملكاوي وواحد بيشجع الترجي. فشوفي الاحساس بقى بتاع ان بقى الخليج كله شمال افريقيا كلها كل الناس دي. ولذلك يعني فعلا لو احنا قلنا ان احنا 100 مليون على مستوى العالم العربي احنا ما نبقاش بنكذب، لان في على الاقل 40 مليون في مصر وفي 60 مليون على الاقل على امتداد الخريطه العربيه كلها بيشجعوا وبيحبوا نادي الزمالك، لدرجه انه انا بقول لحضرتك اهو نادي الزمالك هيصبح من المزارات السياحيه المهمه جدا لاي حد بيزور مصر من خارج مصر. طبعا يعني ويقابل المستشار. خلي بالك انا ما فيش حد يعرفني الا لما يقول لي مش ممكن يعني تحاول، عايز اسلم على المستشار، يعني زي ما يكون اصبح خلاص من اماله العظمى انه يجي نادي الزمالك ويقابل المستشار مرتضى منصور ويسلم عليه وبتاع. شفتي حضرتك امبارح البنت اللي هي في الثانويه العامه، شفتي جايه ومع اهلها عائشه، شفتي جايه ومع اسرتها كلها واسرتها كلها وعايزين قمه السعاده اللي في الدنيا ان هم جوه نادي الزمالك ويسلموا على المستشار وبيدخل في كباله وشيكابالا وبيديهم ال 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 التيشيرت بتاعه. يعني بقول لحضرتك اللي احنا فيه ده حاله مش طبيعيه. يعني مش مجرد نادي، نادي الزمالك تجاوز حدود انه يكون نادي. نادي الزمالك ده كما لو كان وطن وكل من فيه يحمل جنسيته. دي حقيقة. ومن اللافتات طبعا الطيبة للمستشار مرتضى منصور ان هو لقطة الثانوية العامة وان الناس تيجي وياخدوا العضوية الشرفية لمجرد بس ان هم بيقولوا ان هم بيحبوا نادي الزمالك وان هم بيعشقوا هذا الكيان وان هم بينتموا الى هذا الكيان. فسرعان الاستجابة، سرعة الاستجابة ان انتوا بتحبوا نادي الزمالك فاحنا بنقدركم على مجهود السنة بتاعت ثانوية عامة، السنين بتاعت ثانوية عامة والمجهود اللي انتوا عملتوه، فاحنا بنهديكم العضوية الشرفية لنادي الزمالك. فتعامل اقرب لتعامل اب. وعايز كمان اضيف للجزئية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، يعني انا شفت الكارنيه بتاع قمح وعامل له كمان عضوية عاملة لي ولمرافق عشان يعني كده. في برضو الناس اللي بيقول لك ده بيحاولوا بقدر الامكان يعملوا شو. انا في موقف انا حضرته
انا شخصيا انا لوحدي بس ما كانش في حد معايا، انا والمستشار. شاب صغير كان في حاجه اسمها كره الجرس، اللي هم بيلعبوا كره قدم ولكن للمكفوفين. فالولد الحقيقه جاي للمستشار وطلب، وافق له بعد ثانيه واحده ان هم مجموعه مكونه نفسها، فطلب منهم ان طلبوا ان هم يبقوا يجوا يتمرنوا. فهو قال لهم لا، احنا هندخل في نشاط كره القدم كره الجرس يعني ذوي الاحتياجات الخاصه، وانتوا هتلعبوا باسم نادي الزمالك. لو تشوفي جبر الخاطر اللي انا شفت، بقول لحضرتك المنظر الحكايه دي اللي انا قلتها قبل كده ولا هو اعلنها. الولد عينيه دمعت وخد بعضه وجري عشان يلحق يكتب الطلب، قال له بس اكتب لي الطلب عشان نمضي عليه عشان نبعته للاتحاد بتاعك. فشوف يعني الحكايه ما فيهاش تعامل كأب. التعامل كمان قبل ما يكون اب انا بعتبر يعني انه اهم حاجه انه بيتعامل كانسان. ما امبارح النهارده في تكريم لأوائل الثانويه العامه، وامبارح كانت عائشه تقريبا النهارده كرولوس، فده تعامل اب مع اولاده. بص حضرتك زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه عائشه وسياده المستشار بيستقبلها في مكتبه، والتكريم ايضا لها ولاسرتها زي ما حضرتك شايف اهي. واضح ان في ترحاب جدا من المستشار لعائشه وكمان لاسرتها. عايزه اقول لكم ان سنين الثانويه العامه انت كلنا عارفين طبعا هي قد ايه صعبه وقد ايه مرهقه، فتبقى هديتك العضويه الشرفيه لنادي الزمالك ان انا مثلا طالب تعبان بقالي سنتين وبذاكر وما بنامش طول الليل عشان خاطر اجيب مجموع، عائشه تقريبا جايبه 97% وهي من محافظه تانية، ولكن كان حلمها ان هي تدخل نادي الزمالك وكمان تقابل شيكابالا، ولكن وهي كمان من النوبه من بلد شيكابالا. سياده المستشار سرعان الاستجابه ان هي جت النادي، كمان شيكابالا الانسان وشيكابالا القائد ان هو برده جه واداها التيشيرت بتاعه اهو شيكابالا اهو. خلي بالك انا اعرف شيكابالا من هو عنده 16 سنه في منتهى الادب والرقي وعايز اقول ايه وطيبه القلب. هي المشكله ان هو اهل النوبة اضاع كثيرا من عمره في مشاكل كان ممكن يتجنبها. لكن فيما عدا هذا لو كان استمر شيكابالا كان بقى دلوقتي بص كمان وبتاخد في مكانه عالميه بتاع شيكابالا، يعني يا بختها يا عائشه صح؟ بقول لحضرتك البنت لما ابتدت تتكلم انا حسيت في لحظه معينه انها بتقول انا الان يعني خلاص كل تعبي راح، كل تعبها راح، مش لانها طلعت الثالثه على الجمهوريه والاولى على محافظه اسكندريه، ولكن لانها خدت كل هذا التكريم فاجزاء من يعني عايز اقول لحضرتك مجرد بس تصريح صغير قالت انا زملكاويه وبحب نادي الزمالك. تاني يوم كانت في النادي على طول. وكرولس كمان معلش يعني اديني بس فرصه اقول عن كرولس. كرولس بيقول انا كل امنياتي ان الزمالك ياخد الدوري. هو قال ان فرحتي هتكتمل بان الزمالك كمان ياخد الدوري. تخيلي حضرتك خلي بالك يعني طبعا كلنا عنصر واحد مش عنصرين في المجتمع المصري طبعا. قبطي ومسلمه وبيجوا وبيلتقوا، المساله بالنسبه لنا دي ليها يعني مع خالص احترامي للرؤساء الانديه الاخرى او العدد اخر من رؤساء الانديه انه ما عندهمش الاحساس حتى بالسياسة انك انت حتى ممكن تقدري بشكل او باخر انك انت عايز اقول ايه تنقلي صورة للعالم ازاي احنا متوافقين مع بعض وازاي ان احنا اسرة واحدة وما عندناش اي تفرقة او فتنة. ازاي احنا نادي الزمالك احنا بنوصل صورة للعالم احنا نادي الزمالك اللي عمله الاستاذ مرتضى بيدل بيقول احنا مصر. دي حقيقه. خلينا دلوقتي ناخد مع بعض اجابات حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي على سؤال حلقتنا، وكان سؤال حلقتنا النهارده يا استاذ علي ما هو التشكيل الانسب للزمالك امام مصر المقصه، وناخد مع بعض اول اجابه ونشوف من وجهه نظركم كانت ايه هي انسب تشكيله. فرح مساء الخير عليك يا ما بشكرك جدا. عواد الونش، محمود علاء، حمزه المسلوسي، فتوح، رؤى عبد الغني، نيمار، يوسف، اسامه نبيه، احمد سيد، زيزو، سيف الدين الجزيري. واحنا طبعا واثقين في اختيارات فيريرا واللعيبه كلها واي 11 راجل قادرين على تحقيق الثلاث نقاط باذن الله. محمد مساء الخير عليك يا ماما واشكرك جدا. التشكيل المتوقع
عواد المسلوسي، الونش، محمود، علاء، فتوح، عبد الغني، اوباما، شيكا، زيزو، نيمار، الجزيري، وان شاء الله نكسب ونقرب خطوه نحو اللقب. الدوري في ميت عقبه. محمد انور، مساء الخير عليك يا ماما، بشكر حضرتك جدا. تشكيل الامثل: عواد المسلوسي، الونش، عبد الغني، فتوح، نيمار، رؤى، سيف جعفر، يوسف، اسامه نبيه، احمد سيد، زيزو، سيف، الجزيري. النصر للزمالك ان شاء الله. منى احمد، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا يا منى. انا شايف ان تشكيل الامثل هو عواد، الونش، المسلوسي، محمود علاء، اسلام جابر، احمد فتوح، محمد عبد الغني، رؤى، نيمار، زيزو، الجزيري. وبالتوفيق للملكي. ابو شهد، ان شاء الله نكسب، عواد، فتوح، الونش، عبد الغني، المسلوسي، رؤى، اسلام، نيمار، سيف، فاروق، جعفر، زيزو، الجزيري. عبد الله محمد، نفس تشكيل مباراه الجونه مع نزول شيكا بديل لامام عاشور، وبالتوفيق ان شاء الله. نور سعد، مساء الخير عليك يا مشكورك جدا. انا شايفه نوره سعد، انا شايفه ان التشكيل الانسب للزمالك هو عواد، الونش، المسلوسي، عبد الغني، فتوح، رؤى، اوباما، زيزو، يوسف، اسامه نبيه، شيكا، سيف الدين الجزيري. وبالتوفيق للملكي، بشكرك جدا 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 يا نوره. استاذ علي، كنت والله منورنا النهارده واستمتعت جدا بحواري مع حضرتك. الله يخلي حضرتك، وانا بشكرك وبشكر اداره نادي الزمالك والجهاز الفني واللعيبه وكل من اعطانا الفرصه لكي نبتسم ونفرح ونقول اهلا بعوده الزمالك. بشكرك جدا. مشاهدينا، كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على خير في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.